السلام عليكم. اليوم بهالفيديو بدنا نعمل غرزة شتوية جديدة، غرزة تصير للبطانيات، بطانيات الكبار وبطانيات البيبي، وممكن نعمل منها شغلات شتوية. نبلش البداية، بدنا نعمل سلسلة، طبعا حسب الطول اللي بدنا نعمله نعمل عدد السلاسل. أنا راح أعمل 30 سلسلة، يعني نموذج صغير. من 30 سلسلة ارتفعنا سلسلة. نبدأ بأول سلسلة. عندنا نعمل حشو، بدنا نعمل حشو طبعا بكل السطر. أول سطر بداية بدنا نعمله حشو لآخر السطر. نكمل لنهاية السطر حشو. هيك خلصنا السطر، ظلت آخر غرزة عندنا نعمل فيها حشو. لف الشغل، هنرتفع سلسلة، ندخل بأول غرزة عندنا نعمل حشو. سلسلة، نتخطى غرزة، نتخطى نحط باللي ندخل الإبرة بالغرزة اللي بعدها نعمل حشو. سلسلة، نتخطى غرزة، ندخل باللي بعدها نعمل حشو. سلسلة، نتخطى غرزة، نعمل حشو باللي بعدها، يعني هيك لنهاية السطر. سلسلة، نتخطى غرزة ونعمل حشو باللي بعدها لحتى نخلص السطر كله. وصلنا لآخر غرزة نعمل حشو. بدنا نبدل الخيط، نغير اللون. رح نمشي الخيط معنا بالشغل، نعمل سلسلة، نرجع الخيط، نعمل سلسلة، رح نعمل 3 عواميد بأول فراغ عندنا، 3 عواميد مو كاملين، يعني نسحب خيط ونخلي خيط على السنارة، نسحب خيط ونخلي خيط على السنارة. بعدين راح نسحب الخيط من الخيطان كل هاي اللي على السنارة، نعمل سلسلة، بدنا نتخطى غرزة، ندخل بالفراغ اللي بعده. رح نعمل 3 عواميد، 3 عواميد بلفة بس مو كاملين، نسحب يعني أول خيط ونترك خيط على السنارة. ثالث عمود، رح نسحب خيط من الخيطان اللي على السنارة كلها، نعمل سلسلة،
راح نتخطى غرزة وندخل باللي بعدها بالفراغ اللي بعده، نعمل 3 عواميد. نسحب الخيط من أول عمود، نسحب خيط ونخلي خيط على السنارة، 3 عمود نسحب خيط ونخلي خيط على السنارة، بعدين نسحب خيط من الخيطان اللي على السنارة كلها، نعمل سلسلة، نتخطى الغرزة اللي بعدها، ندخل بالفراغ. عمود، 3 عواميد مو كاملين، نرجع نعمل من جديد. نسحب خيط من آخر عمود، نسحب الخيط من الخيطان اللي على السنارة كلها، نعمل سلسلة، شوفوا هنتخطى غرزة وندخل بالفراغ اللي بعدها، نعمل 3 عواميد مو كاملين، أول ثاني عمود، ثالث عمود، نسحب خيط من الكل، نعمل سلسلة، نتخطى غرزة، ندخل بالفراغ، عمود، ثاني عمود، ثالث عمود، بعدين نسحب الخيط من الكل، هيك لنهاية السطر. هاي خلصنا السطر، راح ضل آخر عمود بدنا نعمله بآخر غرزة، راح نعمل عمود بلفة، نلف الشغل، ندخل بأول غرزة عندنا، نعمل حشو، بالفراغ حشو، الغرزة اللي بعدها حشو، بالفراغ حشو، لنهاية السطر طبعا نعمله كله حشو، الغرزة حشو، نعمل بالفراغ حشو، حشو يعني حشو على الغرزة اللي عندنا وحشو بالفراغ اللي بعدها. لنهاية السطر كله حشو. خلصنا السطر، عملناه كله حشو، آخر غرزة، آخر غرزة حشو، نترك الخيطين على الإبرة، بدنا نبدل لون الخيط، نسحب اللون بسلسلة، نلف الشغل، نرجع الخيط طبعا بده يضل معانا بالشغل يعني، ونرجعه لورا، ندخل بأول غرزة عندنا حشو، نلف الخيط، راح ندخل الإبرة بثاني عمود عندنا، ندخل الإبرة، نسحب خيط، نعمل غرزة، نعمل الثانية، شوفوا نرجع نعيدها، لف الخيط، راح ندخل الإبرة بثاني عمود عندنا، احنا عملنا 3 عواميد بلفة، بدنا ندخل الإبرة بثاني عمود،
شوفوا نسحب الخيط، نعمل غرزتين، الأولى ثانية. راح نعمل حشو، نتخطى غرزة، ندخل الإبرة باللي بعدها، نتخطى غرزة، ندخل باللي بعدها، نعمل حشو. نلف الخيط، ندخل بالغرزة اللي بعدها بثاني عمود، نسحب الخيط، نعمل أول غرزة، ثاني نتخطى غرزة، نعمل حشو باللي بعدها. نلف الخيط، ندخل بثاني عمود، نسحب الخيط، نعمل عمود بلفة، نتخطى غرزة، ندخل حشو باللي بعدها، هيك لنهاية السطر. عمود بلفة، بثاني عمود عندنا، نعمل عمود بلفة، شوفوا، نتخطى غرزة، ندخل باللي بعدها، نعمل حشو، ثاني عمود، نسحب الخيط، نعمل عمود بلفة، نعمل حشو. شوفوا بلفة، شوفوا، راح نكمل هيك لآخر السطر. نتخطى غرزة، نعمل حشو، نلف الخيط، ندخل بالغرزة اللي بالنص ثانية، يعني نعمل عمود بلفة، نكمل هيك لآخر السطر. هاي كملناها، ظلت آخر غرزة نعملها، شوفوا، لف الشغل. راح نعمل حشو بأول غرزة عندنا، شد الخيط شوي، نعمل غرزة الحشو، سلسلة، نتخطى غرزة، ندخل بغرزة الحشو، هاي نعمل غرزة حشو، سلسلة، نتخطى غرزة وندخل باللي بعدها حشو، سلسلة، نتخطى غرزة وندخل باللي بعدها حشو لآخر السطر. خلصنا السطر، هاي آخر غرزة عندنا، نعمل حشو، نغير لون الخيط، نلف الشغل، راح نرجع نشتغل نفس اللي اشتغلناه بالسطور اللي قبل.
خلصناها، إن شاء الله تعجبكم، وأعطوني رأيكم فيها بالتعليقات، اكتبوا لي عجبتكم ولا لا.